السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي نبهان مسؤول المكتب الإعلامي في الهيئة الطلابية في غازي عنتاب. في هذا المقطع الفيديو رح ناخذ معلومات خاصة بامتحان اليوز الخاص بجامعة غازي عنتاب بالنسبة للطلاب المقيمين داخل سوريا. طبعا بداية رح نحكي نحن على مواعيد الامتحان. بدأ التسجيل ب 16/12/2019، انتهاء التسجيل لهذا العام بيكون ب 8/3/2020. موعد الامتحان هو بتاريخ 4/4/2020 الساعة 2. طبعا موعد الامتحان موحد لجميع مراكز أنحاء العالم. بالنسبة لموعد النتائج فهو بتاريخ 4/5. المراكز المتوفرة في الداخل السوري بالنسبة لامتحان اليوز الخاص بجامعة غازي عنتاب ضمن 4 مناطق، بمدينة جرابلس، بمدينة اعزاز، بمدينة الباب وعفري. بالنسبة للغة الامتحان، فامتحان اليوز الخاص بجامعة غازي عنتاب متوفر باللغة العربية والتركية والإنجليزية. طبعا هلا بيجي على ذهن الطالب سؤال، طيب أنا هذا الامتحان اليوز اللي قدمته بالداخل السوري لجامعة غازي عنتاب، أنا بإمكاني استفيد منه في جامعات تركية تانية ولا هذا الامتحان فقط معترف عليه داخل جامعة غازي عنتاب؟ يعني الفكرة على الشكل الآتي، أنا طالب مقيم في سوريا ولكن بدي أسجل بالجامعات الثانية ضمن تركيا وبدي يكون عندي امتحان يوز كرمال يعزز فرصة قبولي، فأنا بإمكاني استفيد من امتحان يوز الخاص بجامعة غازي عنتاب؟ نعم بإمكاني الاستفادة من الامتحان وبزيد نسبة قبولي أكثر من 50 جامعة تركية بتقبل بهذا الامتحان. وطبعا بهذا الرابط المختصر في ملف أسماء الجامعات الحكومية والخاصة التي تقبل بيوز جامعة غازي عنتاب. طبعا سؤال، هل الامتحان مأجور؟ نعم الامتحان مأجور لعام 2020. أجور الامتحان بالدولار هي 15 دولار، وبالنسبة للعملة التركية 75 ليرة تركية. بيخطر على ذهن الطالب عجب بامتحان اليوز الخاص بجامعة غازي عنتاب في أبحاث محددة أنا لازم التزم فيها وركز عليها لدخول للامتحان؟ طبعا الإجابة نعم، في بهذا الرابط ملف الأبحاث المطلوبة لامتحان اليوز الخاص بجامعة غازي عنتاب. ولكن الفكرة الأساسية أنا بنصح جميع الطلاب أنه يركزوا على المنهاج اللي عم يدرسوه بشكل كبير، وبعدين بشكل مختصر يركزوا على هاي الأبحاث ويشددوا التركيز. يعني ممكن يجي أحد الأسئلة من خارج هاي الأبحاث اللي الجامعة محددة، لهيك بيكون الطالب مستعد وما يتفاجأ بهذا الشيء. هل يمكننا الحصول على أسئلة امتحان اليوز في جامعة غازي عنتاب للعام الماضي؟ نعم، كمان من خلال هذا الرابط المختصر بإمكانكم الحصول على أسئلة دورة السنة الماضية مع الحل. آخر الفيديو رح نرفق لكم رابط التسجيل بالنسبة للطلاب اللي حابة تسجل لحالها، ورابط شرح كيفية التسجيل باللغة العربية من إعدادنا، رابط مصدر المعلومات موقع جامعة غازي عنتاب. لهون بيكون انتهى مقطع الفيديو، بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، كان معكم علي النبهان.